السلام عليكم. اليوم راح نتكلموا على مشروع هام جدا ويخص ولايات الوسط، حيث ان فيه طريق سيار بطول 300 كيلومتر سوف يربط طريق السيار شرق غرب على مستوى مدينة 5 مليانة الى حدود مدينة برج بوعريريج، ويعاود يرجع لطريق السيار، وسوف يمر على 5 ولايات وهي عين الدفلة، ولاية المدية، ولاية المبسيلة، ولاية بويرة، ثم ولاية برج بوعريريج. إذن هذا الطريق اللي فيه 300 كيلومتر نشاهد هنا الأشغال راهي على قدم وساق، فيه ما لا يقل عن 30 جسر عملاق من نوع فيادوك، وعدة يعني منشآت فنية أخرى نتاع محولات و دي باساج على فوق الوديان والمجاري وفوق السكك الحديدية كذلك. وهو طريقة من النوع الأول، حيث فيه 3 أروقة زائد الشريط التوقف الاضطراري زائد الشريطان تاع لا سيكوريتي، ليغليسيال دو سيكوريتي. إذا الطريق هذا والنسبة تاع الأشغال الآن تصل حوالي إلى 60%، وكاين فيه جزء نسبة الأشغال فيه تقرب يعني 90 إلى 95%، وهذا الجزء هذا موجود بين مخرج مدينة 5 مليانة وإلى حدود مدينة برواقية في ولاية المدية، وعلى مسافة 80 كيلومتر. وإن شاء الله هذا الشطر هذا سوف يفتتح في العام الجاي في بداية السنة تاع العام 2023. ونكتفي بهذا القدر، نخليكم مع الصور والسلام عليكم. Aujourd'hui, s'étale sur un linéaire de 262 km. Donc, il sera l'autoroute SOS au niveau de l'ouest, à 5 et au niveau de l'est, à donc, il traverse 5 dans le projet d'appui, dans les équipes. Donc, la totalité du projet est divisée sur 3 sections. L'été est divisée sur 3 sections. La première section qui comptera là où on est actuellement. Donc, c'est un. C'est un projet, donc les idées d'appétit de plus de 1000. Le premier lot c'est 34 km, le deuxième c'est 33 km. Le premier lot. Donc le premier lot c'est joli. Donc, c'est 34 km. Donc, on a 24 au niveau de Aïn Defla et 10 km au niveau de Média. Voilà. Donc, pour les groupements de réalisation, on a le premier lot. Donc, le groupement, c'est Algérie-Turc composé de ma part, comme chef de file, le petit à